هذا الفحص هو مش جديد طبعاً. موجود لتحديد دقة حدوث الحمل لنسبة توصل أكثر من 99%، فبدنا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الفحص. تمام، أول شيء صباح الخير إليك وصباح الخير لجميع المتابعين. طبعاً هذا الفحص، فحص الحمل الرقمي، هو إحنا متعودين إنه بالعادة واحدة متزوجة غابت عنها الدورة بتروح بتعمل فحص المنزل الحساس، صح، بيطلع لنا خطين بوزيتيف، فهذا إشي طبيعي مبروك، خلص الأمور أوكي تمام. نعم. هلا في عنا اللي هو فحص الحمل الرقمي الحساس. هلا إيش الحالات اللي بنلجأ لعمل الفحص الرقمي الحساس؟ طبعا هو دقة عالية جدا. هلا أول شيء هذا الفحص أو الهرمون بنسميه هرمون الحمل أو بيتا اتش سي جي. هلا هذا الهرمون هو بنتج من المشيمة لما تنغرز داخل الرحم، بيصير يفرز هذا الهرمون بشكل مباشر، فبلش يرتفع في دم المرأة الحامل تدريجيا. أوكي، هلا بيرتفع تدريجيا. نعم. هلا بوضع الطبيعي إحنا هذا الارتفاع يجب أن يكون متضاعف خلال كل 48 ساعة. يعني ليش إحنا بهمنا يعني كل يومين بتضاعف؟ Exactly. هلا بتيجي المريضة مثلا، مين ممكن واحدة عندها هيستوري مش كويس أو في مشاكل صارت عندها بأحمال سابقة، صحيح، هي كثير متوترة إنه أنا مش قادرة أستنى لتغيب عني الدورة. نعم. فأنا مستعجل اللي بدي أعمله. أو في حال واحدة مثلا عندها أحمال خارج الرحم أو عندها إجهاضات متكررة من قبل فخايفة، فممكن إنه نلجأ إنه نعمل هذا الفحص قبل الدورة بيومين ثلاث، ممكن حتى إيش إنه يطلع بوزيتيف وإيجابي. حلو. الآن لنفترض انه الوحده قطعتها الدوره وبلشت بدها تعرف انه هل هي حامل او لا، بتعمل فحص الحمل الرقمي. اوكي، خلينا نتوقف بس هون. أتفضل. عشان في اوقات معينه يعني الفحص المنزلي بوقت معين ينصح فيه؟ هل هو لدقه الفحص الرقمي هل هناك وقت معين؟ وقت قصدك انه الصبح او المساء أو لا، يعني من انقطاع الدوره. هلا بالضبط، هلا فحص البول بالعاده ممكن انه يبين انه ايجابي لكن ما بيكون دقيق 100%. اذا طلع سلبي هذا لا يعني انه المراه مش سلبي. حامل. نعم. الا اذا غابت عنها الدوره مثلا 4-5 ايام. هلا وين احنا بنواجه مشكله اللي دانا؟ انه اذا كانت الوحده دورتها غير منتظمه، يعني هي اوريدي ما بتعرف متى حتيجي دورتها، صح، فمشان هيك احنا بنلجا احيانا على الاغلب لفحص الحمل الرقمي. نعم. هلا اهميه فحص الحمل الرقمي انه بالضبط هاي هي، انه هلا انا الرقم الفكره بدي اوصلها انه الرقم لحاله مش كثير بيعنينا، بيعنينا انه حامل، لكن انا ما بقدر اجاوب المريضه انه هل حملك سليم او لا سمح الله حملك مش سليم من خلال قراءه واحده لهذا الرقم، وبالذات اذا كانت القراءه تحت ال 1000. وهل الحمل ثابت كمان؟ يمكن ما بتقدر. نعم بالضبط. انت تجزم مثلا نفترض واحدة عملنا لها فحص الحمل الرقمي طلع مثلا 100، اوكي، هلا هذا معناه انه اكيد هي حامل. هلا فوق الخمسة هذا معناه بوزيتيف، فوق الخمسة، فوق الخمسة يعني في حمل. يس، فوق الخمسة. في ناس بيجونا 0.5 يعني 5 بالعشرة، هذا مش حمل. هذا يعتبر سلبي. فوق الخمسة وانترناشنال يونت وحدة عالمية هذا بنسميه ايش؟ ايجابي. تمام. لان ببلش هذا الرقم يرتفع تدريجيا. اوكي، بالحمل السليم بالعادة بيكون متضاعف، يعني بوصل مثلا 100 200، بعد يومين 400، بعد يومين 800 وهكذا. نعم. هلا وين احنا بتصير الخلاف؟ انه انا قراءة واحدة ما رح تفيدني. ليش؟ لانه انا مثلا 300 كان الحمل. تمام. الرقم هلا 300 لحالها معناه انه في حمل اكيد، لكن هل هذا الحمل سليم؟ هل هذا الحمل ضعيف؟ هل هذا الحمل خارج الرحم؟ ما بقدر اعرف. فبيجوا المرضى بيسالونا انه ايش لازم اعمل؟ شو الجواب راح يكون؟ انه بعيده بعد 48 ساعه. أوكي. بعد 48 ساعه 300 صارت 600، معناته الحمل اموره تمام. ال 300 نزلت ل 100 معناته للاسف هذا حمل ضعيف ونزل. اذا ال 300 ظلت متقاربه يعني بحدود 320 330، اذا بنسميه احنا بلاتوينج، انه ضل على نفس الليفل، بهذا الشيء بنصير نخاف من اللي هو حمل خارج الرحم، وهذا معناه انه اتس ان هيلثي، يعني مش حمل سليم هذا الحمل فيه. يعني هلا اذا الرقم خلينا نوضح، فوق الخمسه في حمل 100%. خلينا نحكي الرقم صار 100، بعد يومين الضعف صار 300 او 200. ممتاز. نعم. ممكن يضعف اكثر. نعم، هو راح يضعف الحمل الثابت اكثر 100%. هلا 200 بصير 400، بعد يومين 800، بعد يومين 1600. أوكي. هلا متى احنا بنقدر نشوفه على الالترا ساوند؟ هون السؤال انه دكتور طب لو اجيتك على العياده بستفيد؟ هلا اذا كان الرقم 200 لا ما حتستفيدي، لانه ما ببين الكيس الحمل على الرحم بالرحم الا بعد ما يوصل الرقم 1500 عن طريق الفحص الداخلي او 6000 عن طريق فحص البطن. فمشان هيك احنا المريضه انه طب دكتور انا حابه اجيك، طب ما تجي ما رح تستفيدي. يكون صغير بالضبط كتير. فمشان يبين بدنا يوصل 6000 تيبين ايش الفحص عن طريق فحص، يعني قبل ال 6000 زياره الطبيب ما رح تفيد باثبات الحمل، بنضلنا على فحص الدم. ممكن يقل الرقم ولا؟ اذا قل الرقم هذا معناه انه الحمل مش سليم، هذا معناه انه اما الحمل ضعيف وصار اجهاض. احنا مرات بيكون اجهاض بدون حتى ما يكون في اعراض. نعم. او انه بيكون الحمل بنخاف انه يكون حمل خارج الرحم. نعم. هاي المشكله. نعم. هلا اذا نزل بشكل كبير هذا معناه انه اجهاض انتهى الحمل. اما اذا نزل بشكل ضعيف او ظل على نفس الليفل تقريبا. نعم. هذا معناه بنشك بحمل خارج. دكتور انت مع تكرار الفحص كل يومين؟ لا طبعا بالعكس. هلا شو المشكله دانا؟ انه تكرار الفحص الا في حالات معينه. نعم. يعني اذا انا شاك وحده مثلا عامله عمليات كثيره، سوري حاطه لولب مثلا. نعم. فهذا بزيد احتماليه
الحمل خارج الرحم، عندها وجع، في عندها نزل شوية دم بس مش مشابه لدم الدورة، في هاي الحالة أنا بقولها إنه أنا حاب أعمل لك بنسميه سيريال بيتا اتش سي جي، يعني مش قراءة واحدة، بدي قراءتين بينهما 48 ساعة عشان يعطيني جواب صافي لهذا الشيء. نعم، وإحنا عم نحكي عن دقة بشكل كثير كبير. مزبوط. نعم، دقتها تصل إلى فوق 99%. نعم. في استخدامات أخرى يعني ممكن هذا الفحص الحمل الرقمي يكون كنوع من أنواع مؤشرات لا سمح الله بأرقام معينة أنواع نعم. سرطانات. نعم صحيح 100%. هلا الرقم هذا في شغلتين، إذا طلع إن الرقم عالي جدا يعني نفترض طلع مثلا 400,000 500,000 مليون، أوكي، هلا في هاي الحالات ممكن نشك بشغلتين. في عنا إذا كانت المرأة حامل ممكن نشك بحمل بنسميه الحمل العنقودي أو مولر بريجننسي، وهذا الحمل هو أيضا حمل غير سليم ويجب إنهائه سواء ينتهي لحاله أو إحنا ننهي إما بعملية أو عن طريق العلاج. نعم. الآن في شغلة ثانية أيضا ممكن هذا الرقم العالي يكشف عن بعض أنواع سرطانات المبيض عند النساء. نعم. فمشان هيك بالذات إذا كانت المشكلة وين هون دنا، إنه بالعادة الناس اللي بصير عندهم سرطان المبيض من هذا النوع هو نفسهم الناس اللي بنسميهم reproductive age group، يعني اللي بصير عندهم فترة الحمل. نعم. يعني ممكن واحدة عمرها بالثلاثين هيك تيجينا عندها البيتا اتش سي جي very high، كثير عالي، هون لازم أنا أتأكد إنه ما يكون عندها كتلة على المبيض، لأنه هاي ممكن تمثل سرطان بنوع من أنواع. نعم. سرطانات. الرقم بيختلف بعمر السيدة، يعني له علاقة ب هلا هو عم نتحدث فقط عن الهرمون الذي ينتج لتحديد الحمل. نعم، هلا هذا الهرمون هو خاص، هلا احنا بالذات ان الاتش سي جي هو هرمون في منه 2 سب يونتس، في الفا وفي بيتا، فاحنا بنسميه بيتا اتش سي جي. نعم. البيتا اتش سي جي هو اللي خاص اكثر بالحمل. يعني هذا هو اللي هو هرمون الحمل. نعم. هلا عمر المريضة بانه والله هي حامل ولا مش حامل ما بيساعدني بالقرار. الفكرة اللي بدي احكيها كمان انه الرينج تبعه عالي، يعني بتيجي وحده بتسالني دكتور مثلا انا طلع الفحص عندي 400، طب أنا بأي أسبوع؟ ما بقدر أجاوبك، لأنه 400 لو تيجي على الأسبوع الخامس الرينج مثلا من 300 ل 30,000، فالرينج كثير كبير. بس في المختبر بيكونوا حاطين الأسابيع، بيكونوا حاطين رينج، والرينج كثير كبير. عرفتي؟ فبتكون واحدة عارفة. إحنا بنعتمد أكثر بهاي الحالة على آخر دورة للمريضة، من آخر دورة بنبلش نحسب وبنعطيها بالضبط هي بأي أسبوع. نعم، إذا تحديد حتى أسبوع الحمل لا يتم عن طريق المختبر أو هذا الفحص. طبعا 100%. هلا الرقم هذا رح يضل يرتفع ماكسيمم، بيوصل الرقم على الأسبوع العاشر، يعني الأسبوع التاسع العاشر بتلاقي الرقم ثبت. اوكي، هلا هل في داعي انا اعمل لوحده بالشهر الثالث فحص الحمل؟ بالتاكيد لا. متى ما شفنا دانا كيس حمل وشفنا بيبي وشفنا نبض ما له اي اهميه واي داعي ما في داعي نرجع للفحوصات ابدا. يعني انا وحده بتقول لي مثلا دكتور انا بالشهر الثالث وهي في نبض، اعيد فحص الحمل؟ اكيد لا، ولا له اي اهميه انه نعيد فحص. نعم. وما نزور الطبيب غير بس يوصل الرقم زي ما انت ذكرت ل 6000، او انه اذا كان في اذا كان متضاعف ودبلينج هذا معناته اوكي ما ببين غير توصل 6000. اذا كان ما في دبلينج يعني حسيته على نفس الليفل، لا، هون لازم استشاره الطبيب عشان قلنا نستثني وجود الحمل خارج الرحم او انه يكون في اجهاض بهذا. نعم. في حال الرقم مش عم بيزيد او عم بتراجع، انت مع برضه زياره الطبيب صحيح؟ هلا بالضبط، طبعا طبعا زياره الطبيب. هلا الاجهاض ممكن يكون الحمل سليم وصار له اجهاض، وممكن يكون برضه الحمل خارج الرحم وصار له اجهاض. نعم. هلا القرار الاساسي هون بيعتمد دانا على الاعراض اللي عند المريضه. يعني اذا المريضه بتقول للدكتور ام اوكي ام ما بشكي من شيء، ما عندي وجع، ما عندي نزيف، فخلص اتس اوكي، استني على حالك وبنشوف، بنعطيها 2 ويكس. نعم. بعد اسبوعين نرجع بنشوفك. هلا اذا لقينا انه ممكن ينزل لحاله هذا الحمل وبالتالي ما تحتاج لاي تدخل سواء علاجي او تدخل جراحي. نعم. وبنعرف اي شيء فيه تدخل هذا ممكن يكون له مضاعفات. صحيح. فاذا تركنا انه ينزل لحاله فذاتس اوكي. نعم. تمام. فمشان هيك احنا دائما انه اذا في داعي، اما المريضه بتشكي من الم، في عندي نزيف، انا مش قادر اتحمل، في وجع بالذات اذا شكت بالكتف بالحمل خارج الرحم بصير عندهم شولدر تبين، وجع بالكتاف. نعم. فهذا ممكن مباشره لازم تراجع الطبيب ونبدأ ونتصرف. نعم. واللي بيميزه زي ما حكينا عن فحص الحمل المنزلي هو الدقه، يعني نعم. فحص الحمل المنزلي اذا اعطاك سلبي هذا لا يعني انه 100% سلبي ولا يوجد داعي. بالضبط بالضبط. هلا هذا الحكي انا بحكيه في الفتره اللي بنسميها احنا قبل ما المريضه تعرف او يتاكد انه هي حامل. نعم. فاذا كان نيجاتيف، يعني هاي الفكره انه بتيجي وحده مثلا احنا وين بنواجهها دانا؟ نعم. الناس اللي بنعملهم اي في اف، اطفال انابيب. هلا بتعرف هذول ناس كثير ستريس، بكونوا على اعصابهم، انا مش عارف الله بدي حمل وكذا. فاحنا بالعاده يعني الفحص متى بيكون بوزيتيف؟ على اليوم تقريبا العاشر ل 11 من الارجاع، من ارجاع الاجنه. هلا كثير بيجونا مرضى بعد 4 ايام اللي هي بعثت لي دكتور انا عملت الفحص وسلبي. 4 ايام غير كافي.
طبعا غير كافي. يعني ما راح احكي لك شيء سلبي، هذا غلط تعمليه، لانه لسه اصلا ما صار، يعني لسه انزراع الجنين وتبلش ينتج هذا الهرمون بيحتاج شويه 6-7-8 ايام. نعم. اوكي، فانه تعمل بيتا اتش سي جي بعد 7 ايام او 5 ايام و10 ايام، هو قاطع 10 ايام يعني 10 11 يوم ببلش انه نعم يرتفع، لازم نعم ببلش يرتفع. هذا اذا كنا متاكدين انه في ارجاع جني، يعني انا متاكد من التاريخ. نعم. ما في عندي دوره منتظمه او غير منتظمه، لانه انا عارف خلص الهرمون المفروض يصير موجود. واضح. شكرا لك دكتور. الله يعطيك العافية.